تلفزيون سوريا حلقة جديدة من لم الشمل رح نكون فيها معكم اليوم أنا وأيهم، بتمنى تكونوا بأفضل حال. مساء الخير يا رب، مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة ولمة جديدة بلم الشمل، خلينا نشوف أبرز مواضيع اليوم. هل يحق للمجالس المحلية إدارة الامتحانات في الشمال السوري؟ ختان الأطفال، المهنة وعاداتها ومخاطرها بين القرى. وانتشار مرض الفقاع في إدلب في ظل غياب العناية الطبية والأدوية. كيف الحال؟ أعلنت السلطات السعودية وصول أكثر من 1.5 مليون مسلم من خارج المملكة لأداء مناسك الحج هذا العام، ليكتمل بذلك وصول الحجاج يوم أمس الخميس. نعم، وأفادت لجنة الحج العليا التابعة للائتلاف الوطني السوري أن 19,000 سوري توجهوا إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، وتعهدت المملكة بموسم حج ذكي مع تطبيقات إلكترونية لمساعدة الحجاج في أداء المناسك في مدينة مكة المكرمة. كما أطلق الهلال الأحمر السعودي تطبيق أسعفني لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة، وبإمكان السلطات تحديد مكان الحجاج باستخدام هذا التطبيق. يعني أيهم كان بدي علق على موضوع تطبيق أسعفني، يمكن أكثر شيء بيحتاجوه الحجاج لأنه بيصير فعلاً أوقات مشاكل صحية وضربات شمس تماماً، ووقت الطواف بيقولوا أنه في ناس يعني بتوقع بتطلع صحيح. على ناس وما حدا بيدرى فيهم فعلاً. ننتقل إلى موضوع آخر. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم أمس أن حكومتها ستكثف وتسرع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين بعد أن طالبها مئات من المتظاهرين من اليمين المتطرف بالاستقالة بسبب سياستها المتعلقة بالهجرة. نعم، وردد المحتجون هتافات تطالب ميركل بالرحيل وشعارات أخرى مناهضة للمستشارة الألمانية لدى وصولها إلى مدينة ديرستون في ولاية ساكسونيا للقاء نواب محليين من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له. وقالت ميركل بعد لقائها بالنواب أنها تدرك أن قرارها المتعلق باللاجئين أقلق الناخبين وأثار مخاوف بشأن قدرة الدولة على التصرف في الأمر وعدم خروجه عن السيطرة. كان كثير مؤسف هيك خبر، يعني انه ينضغط سياسيا لحتى الواحد انه يضطر انه ياخذ هيك قرارات بحق اللاجئين. هي دائما كانت بصف اللاجئين، والظاهر يعني بلشت السياسه اما تتغير او مثل ما قلتي انه ينضغط. ضغوطات يعني. صحيح، بنتمنى لهم خير للاجئين، بس هن اللاجئين المخالفين يعني والمرفوضين. تماما هو رح يبلش فيهم ان شاء الله انه الامور النظاميه او حتى يعني الاوراق مو رسميه تتظبط اوراقهم ويضلوا يعني بخير ان شاء الله. ننتقل الى موضوع اخر. وقال بسام درويش مدير التخطيط في وزارة الكهرباء التابعة للنظام أن سوريا باتت تلجأ بشكل أقل إلى قطع الكهرباء بعد زيادة إنتاجها. نعم، وأشار درويش بحسب ما نقلته رويترز إلى أن هناك مشاريع بقيمة عدة مليارات من الدولارات مع إيران وروسيا تتضمن إنشاء محطة توليد في المنطقة الساحلية في اللاذقية باستطاعة 540 ميجاوات، وإعادة تأهيل مجموعات توليد في محطة توليد حلب المجموعة الأولى والخامسة مع الجانب الإيراني، والمجموعة الثانية والثالثة والرابعة مع الجانب الروسي. ننتقل إلى موضوع آخر. وفتحت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الأردن باب تقديم الطلبات للحصول على منحة دراسية لدرجة البكالوريوس للاجئين السوريين. نعم، التسجيل في هذه المنحة ينتهي في 26 من آب الجاري بحسب المفوضية، وستغطي المنحة الرسوم الدراسية للطلاب المقبولين
إلى جانب الكتب والمواصلات والمصروف الشخصي، ويتم تمديدها على أساس سنوي. ولكن المنحة تشترط على الطلاب الراغبين بالتسجيل في المنحة ألا تتجاوز أعمار المتقدمين 26 عاماً ومسجلين في قوائم الأمم المتحدة في الأردن. يمكن أيهم دائما الجانب الوحيد المشرق بهذا الموضوع وبكل المآسي اللي عم تصيب اللاجئين هو انه عم بيكون لانهم دائما فرصه دراسه ومنح دائما اما بتكون مجانيه او نصف مجانيه، وهذا الشيء يعني منيح. يمكن صحيح، بدنا نتمنى لهم التوفيق. اكيد. ننتقل الى موضوع اخر والى حلاق الحاره. في القديم لم تقتصر مهنته على الحلاقه فقط، بل كان الطبيب الذي يعتمد عليه جميع سكان الحاره في جميع امراضهم. أيضا ارتبط اسم الحلاق ومهنته مع ختان الأطفال أو الطهور مثل ما معروف باللهجة العامية كما يعرف بين الناس، بغض النظر عن أنها عملية جراحية تحتاج إلى تخدير وطبيب جراح، إلا أنها انتشرت بين المدن والقرى منذ القديم على أنها مهنة يتعلمها المطهر أو تنتقل بالوراثة. ختان الأطفال أو طهور هي مهنة وانتشارها ومخاطرها في هذا التقرير، خلينا نشوفه من ريف حلب. عملية جراحية منزلية يتنقل ممرض أبو شعبان كل يوم بين بيوت العائلات ليجريها لأطفالهم. يعقم المقص بواسطة النار ويخدر الطفل لتهيئته لعملية الطهور أو الختان، ليختلط بكاء الطفل بزغاريد النساء بانتهاء هذه المهمة. بالوقت الحالي وظروف الحرب، فأغلب ممرضين شباب أو أصحاب خبرة أو حتى لسه في اللي يخدينا وراسي أبا عن جد وما أكثرهم، وهذا الشيء طبعا غلط، لأني ما في تعقيم، ما في أمور، يعني هالأمور هاي كلها أمور خطرة، ممكن تنقل أمراض، ممكن ما بيأخذوها بعين الاعتبار نهائيا. اختلطت في السابق طقوس الطهور وعادات تختلف عما يجري اليوم، فلم يعد للكريف أو الشريف، وهو اللقب الشعبي للشخص الذي يساعد في إمساك الطفل أثناء عملية الختان، ليقترن اسمه به طوال حياته، عدا عن الولائم والحفلات. يجمعونا في بيت 6-7 أخوة أو من جيران، ويجيبوا الكريف، اسمه الكريف هو الأخ بدون الأم والأب، ويظل هذا على طول اسمه كريف، لأنه عند الطهور الأولاد بنمسك أولادنا أو بمسك أولادنا. أو فترة 4-5 أيام يعملوا أكل أو شرب، أو في منهم يعملوا حفل الطبل أو زمر، يعني حسب العادات اللي عند الناس. يعني يرفض الطب الحديث اليوم تعدي من لا علم لديه بمخاطر العمل الجراحي. في السابق اشتهر حلاق الحي بهذه المهنة أو المطهر الذي ورث المهنة عن أجداده دون أن يعلم مضاعفات خطأ جراحي بسيط وطرق علاجه. حقيقة الختان لازم يكون مقتصر على المجاز قانونيا بالختان أو طبيب الجراحة. في هالأيام هاي عم نشوف كثير متعدين على المهنة، لهذا عم نشوف كثير من الاختلاطات مثل أذيات الإحليل، حتى تشوف أذية إحليل تحتي من وراء الختان، والإنتانات تحدث بها ولا حرج، وخاصة الكزاز. لم تعد لمثل هذه العملية نسبة خطر على الطفل، الأمر الذي أخفى طقوس ومظاهر الاحتفال أو الولائم، ولكنه أظهر وعياً وإدراكاً لدى السكان هنا بمدى أهمية الاعتماد على المجازين والأطباء والابتعاد عمن لا علم له. الجدير بالذكر أيهم بعد هذا التقرير إنه هي العادة تعتبر عادة إسلامية، ولكن في الفترة الأخيرة كتير شعوب عم تستعملها صحياً وطبياً، اكتشفوا إنه هو ضروري للذكور. يعني بغض النظر عن إنه هي صحية أو لا، يعني يتوخى الحذر، يعني صحيح. مثل ما شفنا شوي بالتقرير، يعني المفروض يكون في الأجهزة معقمة، يعني هي صحيح. تعتبر عملية. صحيح طبعاً عملية كان. وإلا يعني هي كانت تنتشر كثير، وكانوا فعلاً يعني الحلاقين هم المسؤولين عن الموضوع. يمكن كثير ناس ممكن ما أنا مذكورة هي القصص، بس في ناس ممكن تموت بهيك هيك عملية، خصوصاً إنه طفل يعني. طبعاً. ننتقل هلا. ننتقل لحكي. وهلا
هلا صارت معنا. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور يارا وايهم، يسعد اوقاتكم مشاهدينا بحلقه جديده من لم الشمل، والبدايه بفقره حكي ميديا مع سؤال حلقه اليوم. السؤال: هل فاقت معركه الصلاحيات بين المجالس المحليه والحكومه المؤقته؟ هل فاقمت لازم معركة الصلاحيات بين المجالس المحلية والحكومة المؤقتة من معاناة الطلاب في الشمال السوري؟ طبعا مثل عادة سؤال الحلقة بتم تناول كل تفاصيل هاي المشكلة وشو تداعياتها بفقرة شو صار، ونحن بانتظار مشاركاتكم بالتصويت والتعليق. السؤال موجود على صفحتنا على فيسبوك. أما الشيء المتداول اليوم على السوشيال ميديا، فالبداية رح تكون مع صاحب نظرية أعداء العالم سهيل حسن أو النمر، يلي كل ما صرح تصريح يعني بوسائل التواصل الاجتماعي كلها بتضج بتصريحاته. بتضج بتضج تماماً، عقد ما في كوميديا بالموضوع، عقد ما أنه ما حدا بيعرف شو بده. خلينا نشوف فيديو من إعداد تلفزيون سوريا عن آخر تصريحات النمر. اسمع له بلا يا ميمون، تفضل سيدي، حاضر سيدي. على النمر، على النمر، أنا بعرفك سيدي، رحت لعندك على حلب وعرفك. قول حاضر، حاضر، على النمر، تفضل سيدي. ست عربات هذي كلهم في الأحياء فورا سيدي، لا مكافأة ولا شيء، ولا مكافأة من عندي. ما بدنا شيء نحن سيدي. لا. نحن واجبنا سيدي. لا، مكافأة من عندي. وحياتك. لا عزة. مع عزة عيوني، اتركي العزة. حرام بيكاتشو. لو مو كاتبين يعني بالفيديو أنا ما كنت رح أفهم، لأنه ما بعرف يعني مثل شو بده شو وزعه تمام. وطبعا هاي اللغه المستخدمه من قبل عناصر النظام يلي بتهدف دائما لاذلال الطرف الاخر، يعني وقت يسبه وقت يشتمه بعد شوي لعزك. يعني بتذكرنا بمقاطع او بكلمات شهيره كانوا يستخدموها السوريين وقت ينقال انه اعتز بنفسك ولك حيوان. فنفس المبدا انه اول شيء بيشتموا بعدين بيقولوا حياتك لعزك مثل عيوني. شيء عجيب. رح نقرا تعليق واحد من التعليقات اللي وصلته للنمر، لانه تعليقات كثير فيها شتائم. محمد عم يقول مصروع هاد ولو والشام هلا، هاد عم تهيئه روسيا بدال بشار، ما بعرف شام من وين جايبه هي الاشاعه. واحد أهبل عم يحكم بالبلد وهاد عقل ما في، وزهير هيك بتعمل مخدرات. كل شيء معقول صراحة، لأنه ما أنا لهلا ما بقدر أفهم ولا كلمة بيقولها ولا بعرف شو بده. مو بس أنا، كل العالم يعني ما بتعرف شو بده. قابضها جد كثير. نعم قابضها جد. الغريب أنه يكون هيك شخص عم يتصور وكأنه بطل معركة. يعني خلال تاريخ الأبطال يلي مثلا ثعلب الصحراء وغيره من الأبطال يلي ظهروا على أساس أنه وقت الشدائد يعني كانوا من اللي بيمثلوا بلدهم، كان فعلا فيك تقرأ مذكراتهم، تقرأ كتبهم، يعني حدا فعلا يعني تخيل عم تقرأ مذكرات النمر. يعني ما رح يفرق كتير بظن عن الكتاب الأخضر يلي ألفه القذافي. قذافي واو. فالشي الغريب أنه هيك شخصيات يلي هي فعلا كوميدية تتصدر على أنها هي شخصية البطل. وما بعرف اصلا كيف يعني مبلوعه عند المؤيدين وكيف فعلا معتبرينه بطل. اذا كان باي معركه بتسبق روسيا لحتى تسهل الامور وتخلصه، يعني تقصف قصف بالطائرات بصفي هو بيدخل بالقوات البريه وبينال النصر وبصير بطل. صحيح. على كل رح ننتقل لموضوع مانو كثير بعيد، رح نحكي عن الاحتلال الاسرائيلي، العدو يلي بيحاول يحاصر الشعب بكل الوسائل المتاحه وبيحاول يستخدم كل شيء ممكن لحتى يقتل اراده الحياه. عن الافراج عن اطنان من الرسائل يلي كانت اسيره عند الاحتلال الاسرائيلي، رح نشوف فيديو من اعداد صفحه انا العربي. Thank you.
حبيت هذا الوصف، جريمة بحق الرسائل. نشكر الله أنه صار في واتساب وكل وسائل التواصل الاجتماعي اللي ما بيقدروا السلطات أنها توقف بوشة وتمنع التواصل، ولو أنه النظام السوري حاول أكثر من مرة وقتها كان يوقف الإنترنت صحيح ويمنع التواصل الاتصال مع العالم. بس الغريب أنه احتجاز كل هالرسائل من قبل السلطات الاحتلال الإسرائيلي كل هالسنين، يعني أنه ليه ما أتلفوها يعني تماماً. أنا بتخيله أنه قاعدين عم يقروها، ويعني لأنه حس التجسس عندهم فظيع صحيح، فقاعدين عم يقروها ويسجلوا شو في معلومات او هيك شيء. صح، ما بعرف الفيديو حسيته انا شيء مؤلم حقيقه يعني كيت. حتى التعليقات اللي صايره يعني كلها عم تحكي اللي صار اللي حسينا فيه اللي بقلوبنا حقيقه. اكيد اكيد يا رو. ايهم كمان مشاهدينا انا بدي اودعكم، رح نرجع نلتقي بالجزء الثاني انا وياكم من حكي ميديا، ورح نشوف شو وجه الشبه بين بشار الاسد وافقر رئيس جمهوريه بالعالم. خليكم عم تتابعونا، رح نكون ناطرينك اكيد. رح نروح هلا لفاصل وبعده منتابع.